يا اهلا بيكم مره تانية، عوده من جديد لي 10 الصبح في الاهلي واولى فقراتنا الحواريه. في كتير جدا من الاحيان يا حضرات لما بنيجي نتكلم عن اي امر من الامور اللي تخص النادي الاهلي، ساعات كتير نقول جمله ايه؟ ارجع للتاريخ، ارجع للتاريخ. احنا ده اللي هنعمله بحذافيره في الفقره الحواريه الاولى النهارده. هنرجع لتاريخ النادي الاهلي وهو تاريخ مش هين ابدا. احنا بنتكلم على تاريخ الحقيقه منور بكتير جدا من الانجازات وكتير جدا من النجاحات الغير مسبوقه في بعض الاحيان. ده اللي هنتكلم فيه مع الاستاذ محمد صادق اللي منورنا في حلقتنا النهارده واللي ليه وحشه كبيره. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك استاذ كريم، صباح الخير عليك وصباح الخير على صباح الفل على حضرتك وعلى متابعينا في مصر والوطن العربي كله. اهلا بيك. لان انا وانا مسافر كنت بشوف متابعين كتير خارج مصر بيتابعوا قناه النادي الاهلي. طب الحمد لله، احنا جماهيرنا في كل حته في العالم، يعني ما فيش شك. حتى الفندق ده لما كنت بنزل فيه مثلا بكون مسافر بيجيبوا مثلا قنوات معينه من كل دوله عشان كل الضيوف. قناه الاهلي موجوده كقناه رياضيه مع قناه اخرى. فكنت مبسوط قوي ان النادي الاهلي في كل مكان. يعني كنت متابعنا الفتره اللي فاتت؟ طبعا طبعا. الحمد لله. جميل. احنا النهارده بقى هنتكلم معاك تحديدا عن هدافي النادي الاهلي التاريخيين. احنا هنتكلم عن هداف النادي الاهلي والدوري عامه واول دوري فزنا بيه وغيره وغيره واول كاس افريقيا فزنا بيها. احنا عملنا كده ايه، الاهلي جنينه كبيره حلوه كلها ورود وزهور وياسمين وفل، فهناخد مقتطفات من كل حته. ناخد ورده من هنا، فل من هنا، ياسمينه من هنا. انا اللي بحب يعني ان حضرتك كمان الفقره بتاعتك بتكون جايب لنا مانشيتات اصليه، يعني استاذ محمد بيحتفظ وعنده مكتبه كده في الهرم تقريبا، صح؟ في الهرم عنده حاجات من سنه كام؟ ده انت عندك حاجات من سنه 30. انا حاجاتي يمكن على واقدم كمان على مدار 100 سنه عشان ماشي ابا عن جد لغايه ما كنت انسان بجمع الى ان بقيت مؤسسه ارشيفيه بجمع كل ما هو تاريخي سياسي فني اجتماعي رياضي في 100 سنه. جميل. فمن هنا لما اكون لازم اكون مميز اشتغل مع ناس مميزين، فالنادي الاهلي هو المميز. لا بس لا بجد والله حضرتك فكرتني بالراحل الله يرحمه حسن كامي، انا زرته مره في المكتبه وعملت معاه لقاء في المكتبه اللي في وسط البلد الله يرحمه. مكتبه عظيمه عنده حاجات يعني من 100 سنه وحاجات زي كده. هو كان مجمع كان طول عمره بيحب جدا الحاجات دي، ودي رساله عظيمه للرياضيين والمثقفين ان يقروا ويثقفوا ويشوف تاريخهم. اللي بيحب بلده يشوف تاريخ بلده صح ويفرح بيها، واللي بيحب الرياضه النادي الاهلي واللي بيحب النادي الاهلي وهذا الكيان. نرجع عرفنا بقى على التاريخ. اتفضل. نبدا بايه يا استاذ؟ نبدا بقى احنا النهارده جايبين كده ايه حاجات اوائل وهدافينها. يعني مثلا اول بطوله الدوري العام قامت في 1948 49. والبطوله دي بقى لما هنتخلي هنا على الشاشه نشوف بعض الصور لاول فريق لهداف الفريق اول لاعب نادي الاهلي جاب هدف. ها فيا رب نشوفها على الصوره هنا ونشوف نقول ان اول مباراه كانت يونان. اول مباراه كان اسمها الاهلي يفوز باولى مباريات الدوريه ولعب مع فريق اسمه يونان اسكندريه. اليونان اسكندريه جاليه بقى قليل اول اسمع فيلم اليونان اسكندريه. الجاليه اليونانيه وقتها عايشه هناك طبعا. جاليات عظيمه كانت مصر محتضنه كل الجاليات. صحيح. في مصر كان في نوع اهو جميل قوي. المباراه دي بدات وهم فرقه اليونان جابت جون وبعد كده الاهلي رد باربع خمس جون ورا بعض تك 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 زي ما بيقولوا كده الجون ورا بعض. اول جون جابه يعتبر بيسجل باسمه في بطوله الدوري العام هو اللاعب مكاوي. يعني ده الهدف الاول في الدوري الاول على الاطلاق؟ على الاطلاق في موسم 1948 49. ده اول بطوله في الدوري. والجميل قوي ان ما كانش حد بينافسنا اول 12 بطوله الاهلي ورا بعض. هو بقى من سنه 48 لحد دلوقتي وقد كانت بقى لكن احنا بنقول يعني ان الاهلي لما بدا 48 استاذ نهاوند 49 خد اول 12 بطوله ما شاء الله. نشوف بقى هنا النادي الاهلي بطل الدوري العام موسم 48 49. مين هم؟ هنتكلم الاول اول هداف هو اللي قاعد في النص تحت كابتن مكاوي اهو هو اللي اول هدف. لكن لازم نجيب التاريخ مش هنجيب صوره بس، ان الجون كابتن كمال حامد ثم ده تحت وجنبه احمد مكاوي والكابتن محمد لهيطه ومن فوق بقى واقفين من اليمين كابتن وديع عبد العزيز همامي حمدي كروان محمد ابو حباده فؤاد صدقي محب يوسف حسين مدكور محمود المهيلمي. دول اول ناس مثلوا النادي الاهلي في بطوله الدوري. يا سلام. مش الكاس اللي بدات في اوائل العشرينات. أيوة. احنا بنتكلم النهارده على بطوله الدوري العام اللي تمني بيقيسوا بيها اي بلد مين بطلها. بكميه بطولاته هو الدوري العام. يعني كان في فرق حوالي 20 سنه بين انطلاق بطوله الكاس وبين انطلاق الدوري.
الى اكتر من 20 سنه كمان. 28 سنه تقريبا بالظبط. فرق كبير. هم عام بطوله دوله، بطوله دوله دي تعتبر هي البطوله الام. ايوه مع احترام للكاس طبعا، البطوله مهمه وبتاع مخطف ويجري والحاجات دي لا. أكيد. لكن هو الدوري هو البطوله الحقيقيه لاي نادي في اي أي بلد. استاذ محمد هم كلهم مصريين الجنسيه ها؟ ما فيهمش حد. هنا ما شاء الله. في بعد كده طبعا دخلت علينا لعيبه كثيره يونانيين زي ما قال الاستاذ كريم. انا عشان كده بسال. مع توافد السنين بدات تخش لعيبه زي نظام الاحتراف دلوقتي. اوكي بالظبط يعني لسه هنجيب كمان حاجات تانية بقى. الفرقه كانت بتلعبنا كمان كانت بتجيب برضو لعيبه مش. طب الصوره اللي بعدها ده كابتن مكاوي برضو ممكن يجيب اللي بعدها. ده ايوه. اول لاعب في النادي الاهلي احرز هدف في بطوله الدوري العام في 1948 كابتن مكاوي. مهم جدا نجيب ده، لان احنا بنقول ان اللعيبه اللي موجوده دلوقتي بعد 50 سنه موجودين مش موجودين غيري هيجي يجيب ايه قصتهم ودورهم المهم قوي مع النادي الاهلي. النادي الاهلي بيفضل ذاكره التاريخ طبعا 100 سنه، وده اللي بيفرق بينه وبين اي فرقه ثانيه. ممكن لعيب يروح لفرقه ثانيه عشان فلوس، لكن بعد كده تاريخه مع الوقت بيندثر، لكن الاهلي بيفضل محافظ على تاريخ لعيبته وتاريخ النادي الاهلي. صحيح. بس واضح ان كابتن مكاوي كان تقيل يعني. طبعا عظيم طبعا. طبعا ساعتها الناس دي كانت بتلعب باقل الاشياء. لا في بقى النهارده عربيات فخمه ولا احسن لبس ولا ملايين. هو انت بتتكلم في 48 برضو كان ايجار فيلا في الزمالك ب 3 جنيه يعني. وكان حرب فلسطين وكان في يعني حرب فلسطين يعني. يا ريت نرجع الايام دي. كان نظام يعني نظام جميل كان ساعتها بسيط جدا. 50 قرش يبقى المكافاه. الكل بيلعب بحب وبانتماء للفريق اللي هو بيمثله. مفيش حاجه اسمها ماديات ولا سوشيال ميديا ولا ارقام فلكيه على رايك. الماديات دي بقى من السبعينات الثمانينات واحنا جايين. بس ده في العالم كله يعني مش في مصر بس يعني. ما ده حال العالم كله. العالم ماشي بنظام بقى عندهم مراهنات وحاجات كتير. طبعا احنا غيرهم. احنا غيرهم خالص طبعا. طيب نكمل مع استاذ محمد بقى. نخش بقى هنخش احنا دلوقتي جبنا ايه؟ انا جبت بقى زي احنا قلنا كده دخلنا الجنينه الجميله. احنا بقى قلنا الله الاهلي بدا طبعا الاسماعيلي فريق جميل اشترك في 1970 69 70 وخد اول بطوله افريقيه. احنا بقى نتكلم على الاهلي دلوقتي ان الاهلي في اول اشتراك في بطوله افريقيا فين بقى؟ 1976 1976 لعبنا الماتش الاول هناك. ده كان ماتش عوده بقى. ده ماتش عوده. تمام. أيوة. يا استاذ كريم اول ماتش هناك انا جايب ليه ده؟ ما جبتش الاولاني. احنا ما جبناش جوان في الماتش الاولاني. اتهزمنا هناك من المولوديه وجينا هنا لعبنا مع المولوديه الجزائريه. ايوه كويس. الماتش ده يعني كان في جون بقى هنجيبه في صوره بعد كده بس دلوقتي نتكلم على الصوره دي. الكابتن الخطيب هنا كان جيل عظيم بقى 76 ده بقى بياخد كل البطولات بقى. يعني عندي الصور بقى جايبين الاهلي وكان كل ماتش يجيبوا بطيخه ويطبعوها يطبعوها كده الاحمر والحاجات دي. كان الجمهور بيفرح. ده لا ما انا مش فاهمه موضوع البطيخه ده معلش تاني. يعني كان الجمهور بيتفائل في ده دايما كان بيحصل زمان في المدرجات وينزلوا بعض الناس واللعيبه بجد. كابتن الخطيب كابتن مصطفى عبده يفتحوا طبعا العطش بقى والماتش يفتحوا جميل حاجه بين الجمهور. هنا بقى في 76 هنا نقدر نقول ايه؟ الاهلي جه هنا حاول يعوض الفرق اللي اتهزم به هناك. فجت ضربه جزاء فاحرز بيها الكابتن محمود الخطيب اول هدف في بطوله كاس افريقيا في اول اشتراك. اول هدف احرزه لاعب مصري في قناه النادي في النادي الاهلي. هو ما كانش في قناه وقتها كنا لسه ما اتولدناش. ما احنا انا بنام وبقول النادي الاهلي بطل النادي الاهلي هيلعب بكره فغصب عني. ايوه يطلع ده يعني. يعني ده اول هدف اهلاوي على الاطلاق في البطوله دي. واول مشاركه لينا كاهلي في 1900 وكام؟ 76. تمام. في جون بقى غريب قوي كان الجول الجزائري ده مش طبيعي. كان لابس كاسكته كده لغايه الناس من الجمهور مش مصدقين الجول ده. كل كوره في الثمانيات ارضيه صعبه قوي يجيبها. شال ست سبع جوان ما يشالوش اعجاز. قالوا بقى حاطط سحر في الشبكه بتاعت الجول. نزل ناس شدوا الشبكه الجول زقهم. والمهم ان احنا قلنا الجول ده كان اسمه كاو. كاو ده كان حارس مرمى فريق ايه؟ مدير الجزائر. من الجميل ان كاو ده حارس الفريق الجزائري هو اصله ايه؟ مغربي. يعني كان بيلعب في المغرب وجه احترف فين؟ في الجزائر. في الجزائر ووقف. وحتى هو جه بعد الماتش صفح الخطيب وهناه قال له انا النهارده كان يوم يومي انا شفت جوان ما تشالش. فده مهم قوي في 1976 ان نقول نرجع تاني مهمه للتاريخ. للتاريخ بيقول لك التاريخ. النادي الاهلي في اول اشتراك ليه في 1976 احرز اول هدف
وهذا الهدف يسمى يعني مسجل باسم كابتن مين؟ محمود الخطيب. محمود الخطيب دي كلها اوائل لازم نبقى عندنا طبعا عندنا في الاركايف يعني. لما حضرتك قلت كلمه حلوه في الاول يا استاذ نواد، قلت احنا بنجيب الايه، احنا بنجيب المميز والحاجه المهمه، فلازم نجيب المميز ونجيب قصه المميز ده. صحيح. نخش في اللي بعديه، نخش بقى بعد كده على ضربه الجزاء ولا ايه؟ ايوه ايوه. شوف هنا بقى الخطيب معروف يعمل له كده، يجيبه الناحيه الثانيه. طبعا. كده كابتن بيبو المتالق. لا شوف الجون طاير كانه راح متاكد انه هياخدها، يعني جون طاير، يعني طاير مش راح كده بالراحه، لا ده طاير. والخطيب حاسبها على يمين، ده الكور الوحيد يدخله في الكابتن كاوا زي ما انا قلت اهو فوق. ده كان جون يعني هنشوف صوره بعد كده. الناس مش مصدقه من كتر حظوظه. ده كابتن محمود الخطيب. ليه انا جبت الصوره دي؟ دي في نفس الفتره. يعني جت فترتين الكابتن خطيب 76 فتره السبعينات وفتره بتاعت 82 لسه هنجيبها بعد، بس دي صوره مهمه قوي للكابتن الخطيب في عام 1976. كان ساعتها بقى اللعيبه كلها نتفرج عليهم واحنا صغيرين في الاتوبيس، كلهم يعملوا شعر الكانيش. كان موضه بنشوف افلام زمان. يا عالجمال، يا حاجه. هنا شفنا ده الكلام اللي انا بقول عليه، ادي الجون اهو وبتكلم، والناس هنا حتى في ناس شالوا حاجات من جوه الجون وبقولوا وقع النحس حتى نهايه المباراه. الجون ده كان غير عادي، مش انا اللي بقول ده، كان اسمه ايه؟ كاوا. ده كاوا. وكان من اصل ايه يا استاذ كريم؟ مغربي. تمام. شفت احنا مصحصحين معاك. ايوه كده. حتى بالاماره احترف في الجزائر. وكان داخل بالكاب. ايوه كويس جدا، اوله كان داخل بالكاب وكده. حتى بص جاب حاجه الحكم من جوه الجون لما قعدوا الايه يقولوا في حاجه جوه الجون يكون فيها سحر، كنا لسه ساعتها. ياه ايه ده بجد؟ تفكير السحر يعني، كان شالوا فعلا بس زمان. الناس اللي دلوقتي يقول لك سحر ده ده كان سحر فعلا. تقصد ان يعني الموضوع بادي من زمان للدرجات دي؟ من اول شوط الاهلي يعني، احنا مالهم احنا بعد كده لوكتوكو بعد كده ازاي كانوا غريبه. اسف حيوان بدون ذكر اسمه يعملوا ويحطوه على الجون ويحطوا حاجات في الجون ويرشوا ويفضلوا يعملوا حاجات غريبه في الملعب من زمان. طبعا. بص ادي فرص من فرص كابتن الخطيب. طبعا. والكره دي صدها وطلعت فوق المقص. كان انفراد وقليل قوي كتب يعني الانفراد اللي كابتن الخطيب كان بيضيعها. بص الكره دي بتقول الكلام احنا بنقوله. الفرص كانت والله كان في تصوير وقتها يعتبر هايل بالنسبه للزمن، ان في زوم ان وصل للدرجات دي. مش عايز اقول كمان عشان ما حدش يزعل مني دلوقتي، ان الرياضه ساعتها والتصوير وازاي ان اللي كان عبد المجيد نعمان والناس الكبيره اللي كانوا بيكتبوا زمان كان ازاي بتتفرج على الرياضه جميله قوي. كل واحد بيقول ما فيش نوع من التنمر، ما فيش نوع من ده، لا لا، والتغطيه الصحفيه كما ينبغي. بالظبط. اي دي عايز اقول اللفظ ده او المصطلح ده كان حاجه صور طبعًا. ايه وجيبوا حاجات نادره يعني الاحترام دلوقتي الناس كويسه بقى اجهزه وحاجات تقدم حديث وكاميرات بس زمان كانوا بيعملوا العمل بحب اكتر يعني. طيب نخش على اللي بعده. مبروك لمصر فاز بكاس بطل ابطال افريقيا. احنا بقى هنقعد لنا بقى شويه في البطوله دي. شويه احنا جايبين لها صور كتير، نجوم، ابطال، لازم نقول بقى يا جماعه دي اهم حاجه في تاريخ الاهلي الحديث نقدر نقوله، ان ازاي الاهلي قدر يقول انا كاول يعني اول بطوله اخدها كانت 1900 كام؟ 82. كان ماتش هنا مبدع في استاد القاهره، كسبنا 3، كابتن خطيب الجون اللي هو من ناحيه يمين وعداها كده من رجله وحطها في الزاويه القريبه، واختتم الاجوان كابتن علاء ميهوب. خلص الماتش كام؟ 3-0. الله حلو. هنا قلنا ماتش وكنا سعيدين جدا، كنا مستنيين ايه بقى؟ 120,000. يعني انا بتابع التقرير الصبح فرحت قوي ان الجمهور بدا يزيد. بقينا 6,000 دلوقتي. ربنا يسهل ان شاء الله. كويس. كل ما نزيد ب 120 أكيد. مليون يبقى 7,130 مليون 8,000. ازاي في البطوله دي كان ليها بالنسبه لنا، انا كان عندي 11 سنه ساعتها، كان الفرحه غير عاديه ان احنا دي اول بطوله افريقيه كنادي اهلي. سبقنا النادي الاسماعيلي. اي شوف الاهلي عاد بالكاس لمصر، خطيب احرز الهدف ونص نجم المباراه، وكان الاستاذ محمود معروف الرساله منين؟ من القماسي، وكان لسه برضه شاب استاذ محمود طبعا معروف طبعا بتاع. طبعا طبعا. هنا شوف ان هنا بقى مصر كلها بتستقبل النادي الاهلي طبعا، لانه اول يعني كان ما استنوش لما ينزلوا من سلم الطياره ده على السلم بقى. لا والجميل احنا اول ما خرجنا في صور ثانيه خارجين، اول ما خرجنا كده من الطياره رافعين الكاس. مش ننزل مثلا السلالم ونستلم كاس. ده اول فريق خد بطوله افريقيا من النادي الاهلي، نقدر نقولهم بقى بالراحه كده. من اول يمين كابتن زكريا ناصف،
كابتن طاهر ابو زيد. بس كابتن زكريا ما تغيرش على فكره زي ما هو. وكابتن طاهر ابو زيد، كابتن ثابت البطل رحمه الله، كابتن ثابت البطل، كابتن شوبير، علاء ميهوب. ايه ده شبه كابتن شوبير؟ ايه علاقه كابتن شوبير هنا؟ لا هنا، لا هنا اكرامي، كابتن اكرامي وكابتن ثابت في الاول فوق رحمه الله، كابتن ثابت، وجنبيه كابتن علاء ميهوب، كابتن مدحت رمضان، كابتن حسام بدري، كابتن مجدي عبد الغني، كابتن مصطفى عبده، كابتن الخطيب. من اليمين كابتن رمضان السيد، ربيع ياسين، ماهر همام، مدحت رمضان، اكرامي، محمد عامر، كابتن مختار مختار. ده اول فريق احرز بطوله افريقيا للنادي الاهلي 1982. فريق تقيل جدا حقيقي. انت فاهم كل اسم من ده كريم؟ بالظبط، ده اللي بيخليني اقول لك كل اسم تاريخ يعني طبعا. صنعه. بص بقى الصوره هنا الجميله دي، انا عندي صور كتيره جدا للخط كابتن في العيد. حلوه قوي الصوره دي على فكره. الصوره دي الخطيب نجم وهداف، شوفوا التواضع، شوفوا هو بيفكر في الماتش، شوفوا الماتش. الصوره دي اتاخدت هنا المباراه الاولى هنا اللي احرز فيها جونين من اروع ما يكون كابتن الخطيب في الماتش ده. يعني يا جماعه بصوا، بصوا للوش الكابتن عامل ازاي، بصوا التكريم الورود، كان كل اللعيبه مكرمين، شوف ازاي حاطط هم اب النادي الاهلي مصر وبيفرح جمهور مصر. هنا اللقاء هناك، كنا بنلعب هناك في ارض، اللقاء ده جميل قوي. ليه بقى؟ رئيس جمهوريه غانا ها كان حاضر، كان مش كبير في السن قوي كده، وكان شاب وكان فرحان قوي، وكان الجمهور يعمل ايه؟ هنكسب خمسه. خمسه كانوا مصممين. ها الغريب بقى، الاهلي واقف في الملعب استغرب، لا هليكوبتر بتنزل جوه ارض الملعب، وبين منها رئيس جمهوريه الايه؟ غانا ينزل جوه الملعب. في المروحيه. ايوه ينزل جوه الملعب ويطلع على الجمهور ويعمل كده للجمهور، والطياره الهليكوبتر تطير ويبدا الماتش. فاول كونتي ده جاب جون في النادي الاهلي 1-0. الجمهور بقى قال لك احنا هنكسب كام؟ خمسه. الاهلي بقى طبعا كفريق كبير ماسك اعصاب، مسك الماتش سنه بالراحه وهداه وبتاع، اهو كويس قوي، شكرا للمخرج. قال ايه؟ الاهلي ضحك على الملك نانا. نانا وخد الكاس منين؟ من غانا. هو اسمه الملك نانا. ايوه ده مطلع اغنيه بيت شعر اللي حضرتك بتقوله. ما هو ده اللي بتكلم عليه. ده اللي بتكلم ازاي زمان كانوا بيعملوا اشعار واسجال وهم بيتكلموا عن النادي الاهلي. احنا عايزين بقى نكمل كلامنا مع حضرتك عن زمان وذكريات زمان الحلوه اللي لا تنتهي. بصراحه عننا بعد كده لازم تكون موجود معانا قريب ان شاء الله عشان نستكمل الكلام. انا هكون مبسوط ان بتكلم عن ده، وان شاء الله نكمل اكيد الحلقه الجايه. اكيد يعني لازم، مهم قوي يا جماعه في خمس ثواني كده نوري الجيل الجديد ايه النادي الاهلي. طبعا زي ما حضرتك بدات في الاول قلت التاريخ. طبعا انا كراجل بحب التاريخ ومؤرخ وبحب التاريخ، بقول هو التاريخ اللي بيحافظ على كيان اي مؤسسه. طبعا. او اي نادي في مصر. ولسه هنقول ان شاء الله لما تنورنا المره الجايه على طول، وباذن الله ما يكونش بعد فتره طويله ان شاء الله تكون معانا قريب. نورتنا يا استاذ محمد والله بجد. انا شخصيا بستمتع بالفقره بتاعت حضرتك بجد. انا اكتر مكان بستريح بالطاقه الايجابيه تديها لي اول ما اخش. نورتنا وشرفتنا. نورتنا والله. هنروح فاصل مع حضراتكم ونرجع نستقبل ضيفنا العزيز الاستاذ محمد ابو علي الناقد الرياضي. خليكم معانا.